متفقين عليها. لو سليمان فرنجي كان رئيس جمهورية، هل برأيك كانت وصلت الأمور إلى ما هي عليه؟ برأيي الشخصي لا. كان بيكون الوضع أفضل، كان بيكون الوضع أسهل بالبلد. خليني أقول ما بدي، الوضع ما إنه سهل بالبلد بكل الأحوال، وعلى طول رح يكون في صراعات سياسية. بس هيدي الأمور العقبات كانت أهون. خليني أقوله، برجع بقول هذا مش انطباع، وانطباع الشخصي أنا ولا مقارنة مع حدا، بس كنت بحس إنه سليمان فرنجية إذا يعني عمل ديل معي كالتزم فيه، يعني ما بحاول يروح شمال ويمين عنه، لأنه نحن ما عاملين ديلات نحن وياه، بس شايفينه بأداء السياسة مع باقي الأطراف صادق، عامل يعني ديلات مع ناس بغض النظر بالسياسة نحن مع أو ضد هالديل، وبغض النظر عن المضمون، وبغض النظر عن استراتيجيته، بس يعني عم تحكي من منطلق الصدق والوفاء، يلي بتشوفيه إجمالا بيلتزم باللي اتفق فيه.